أهلا بيكو وحكاية يوم جديد مع بعض بنفتكره زي النهاردة. زي النهاردة 29 ديسمبر سنة 1778 الجيش البريطاني بقيادة أرشبيلد كامبل يحتل سافانا في جورجيا، وده خلال حرب الاستقلال الأمريكية. أما سنة 1786 انعقاد جمعية الأعيان خلال الثورة الفرنسية، وزي النهاردة 2016 الإعلان عن اتفاق روسي تركي لوقف إطلاق النار في سوريا تمهيداً لحل سياسي ينهي الأزمة السورية. أما عن مواليد زي النهاردة، فزي النهاردة سنة 1938 اتولد الممثل الأمريكي جون فويت، واللي من أعماله Different As Me. وعن اللي رحلوا عن عالمنا زي النهاردة، فسنة 1986 رحل المخرج والممثل والكاتب الروسي أندري تشاركوفسكي، واللي من أعماله The Killers. أما عن الأعياد والمناسبات، فزي النهاردة 29 ديسمبر من كل سنة هو يوم القديس توماس بيكيت. وزي النهاردة سنة 1963 كان العرض الأول لفيلم الأيدي الناعمة، قصة توفيق الحكيم، سيناريو وحوار يوسف جوهر، وإخراج محمود ذو الفقار. والفيلم بطولة صباح، أحمد مظهر، مريم فخر الدين، صلاح ذو الفقار، ليلى طاهر، وأحمد خميس. أما سنة 1986 اتعرض لأول مرة فيلم القطار، تأليف محمد سعيد مرزوق وإخراج أحمد فؤاد. والفيلم بطولة نور الشريف، ميرفت أمين، أمين الهنيدي، أبو بكر عزت، فؤاد أحمد، ونبيلة السيد. خلصت حلقتنا، وبكرة حكاية يوم جديد زي النهاردة.